السلام عليكم. معكم السادة الجديدة. وعليكم السلام ورحمة الله. أخواتي أو ماتيل تحقوا بنا، مرحبا بكم، صباحكم مبروك. تيبان لكم واحد ليكرون نو انتظروا الاخوات يلتحقوا، نشوفوا شي بيلتحق الان. كاين اللي ما قدش مشكل بعدا بزوم؟ لا لا، دونك كاين اللي ما يعرفش. دونك نسولكم، واش واحد الاستبيان واش خدمتو ولا لا؟ كنصيفط انا شي حاجه، واحد الاستبيان شي حاجه تهربل. خدمناه مزيان. دونك بالي دابا كاينين اربعه ديال الاساتذه، ممكن نبداو باش ما نضيعوش الوقت. صباح الخير أستاذة خديجة. دونك اليوم نديرو واحد 40 دقيقة، وديك الساعة نقدروا نبداو أباغتيغ دو لاندي ولا مغدي، شوفوا على حسب العدد يبدا يتزاد باش نديرو لي كور اللي درنا الأخرى ديال كولي دراليت. أستاذة خديجة مرحبا. وجدتو شي أسئلة؟ وجدتو دونك الحمد لله الناس تيدخلوا بعدا، بالي هاد الجروب راه ماشي بحال الجروبات الأخرين، عندنا شي خمسة جروبات كل واحد سبحان الله. صباح الخير استاذه. فوالا باقي امينه، نشوفوا امينه حتى هي. دونك ممكن نبداو دابا، راه عندنا تقريبا داخلين المجموعه واحد السبعه، نخرج دابا اكتيفيو الميكرو ديالهم، نحاولوا ديزاكتيفيو الكاميرا باش نحاولوا تكون لا كونيكسيون بلو رابيد. نحاول نديزاكتيفيو عفاكم كاميرات، ميرسي. كاين واحد اللي يكون لتحت تحاول دير واحد الكروه. استاذه حنان نحاول نديزاكتيفيو الكاميرا، ميرسي. دونك كاين شي اسئله باش نبداو بهم؟ هو الاساس ديال هذا الكور، ممكن تحاوروا حنا تكون القاعه تفاعليه اكثر. الاساس ديال هذا الدرس هو باش نعرفوا اشنا هو النمط ديال ذاك المدرس او المدرسه اللي عنده تيمتاز به اكثر، وحتى النمط الاخر اللي ما تيكونش عنده تيكون ضعيف نحاولوا ننميو. كاين شي اسئله؟ دونك بالي لا بلوبار ما عندوش مشكل.
هذا كل شيء مكون يكتب ديال. كاين شي سؤال اساتذه؟ حاولوا معنا. وي انا مشكله، انا لقيت مشكله. لا ما عندكش مشكله استاذه حنان، حتى نسمعوك. ولكن الكاميرا باش طلع ليا. لا لا الكاميرا ما عندنا، ما نجرب الكاميرا، الكاميرا تنديزاكتيفيوها صافي. صافي لا الكاميرا تنديزاكتيفيوها باش نحاولوا تكون الكونيكسيون بلو رابيد. صافي. شي اسئله من خلال داك الشيء اللي قريته باش نحاولوا نضحككم انا اكثر. قبل لي تبارك الله الجروب راه عندهم على انفورماتيك، غتكون يكتب بسهوله وحدينا تيحمقونا. دونك شي سؤال؟ وي استاذه مرحبا. استاذ بالنسبه للغينيون دوجوردي، واش على حسب الانماط ديال ما عرفتش، ما عقلتش عليها بالعربيه، واش على الانماط ديال هيرمان ديال المعلمات؟ لا دابا هذاك انماط ديال التدريس عند معلمات، حيت كيف يعقل انا ما عرفش النمط ديالي وتندرس تندير التدريس، وعلى الاقل ما عرفش انا دوك التلميذات ولا دوك الاطفال اشنا هما الفوائد ديال التدريس بالنسبه لهم. حنا ملي نسالو وي تادير لي زوبجيكتيف كون دو اتان. دونك حنا باش لوبجيكتيف باش نوصلوا ليه في واحد الدرس، على الاقل نشوف الطريقه ديال التدريس ديال داك الدرس كيفاش يكون. اكزاكتومون سا في دير لا ميثودولوجي دو لا ميثودولوجي. دونك لا ميثودولوجي باش نعرفها، دونك خصنا نعرف انا شنو هما لي كومبيتونس اللي عندي او نيفو ديال لو سيرفو ديالي وكيفاش تنتعلم باش نعلم انا. حيت استاذ المشكل اللي لقيت انا شخصيا وي انني ملي كنقرا داك الشيء بالعربيه شي كنفهمو شي ما كنفهموش. باش عادي اللي ما فهمتيش نفهمو عليك دابا. فوالا باسكو كاينين دي شوز اللي انا اصلا حيت قريتي كلها اون فرونسي، سا في دير كاينين دي تخوك لونسينمون اوني اون عرب ما كنفهموش. صافي حتى كتشرح ليا هكا بالعرب كتقول ليا فوالا كيكون واحد الحوار بيني وبينك عاد كنقدر نفهم. وي ما كاين حتى اشكال. انا ديك هاد انماط ما فهمتهاش. لا نو هذا هادي حنا تنشوفوا شنو هما لي كومبيتونس اللي عنده في ا واللي عنده في بي واللي عنده في سي واللي عنده في دي. هذيك ا بي سي دي سي لو سيرفو كومبوزي ديفيزي با 4 بارتي. لا بارتي فرونتال اللي كاينه ا غوش هي ا، لا بارتي اوكسيبيتال هي بي او ا غوش، ولا بارتي ا دروات اوكسيبيتال بينها هي سي، ودي هي لا بارتي فرونتال ا دروات. شي سؤال الاساتذه الكرام؟ شي سؤال استاذه جليله بلي بغيتي تكلمي؟ الشكل اللي خرج لينا اييه اشنو لقيتو في ا؟ شكون يقدر يكون لي واحد جليله شنو شحال لقيتي في ا؟ الا عقلتي عليها ولا حداك الورقه؟ لقيت جوج. جوج؟ وشحال لقيتي في بي؟ بي 13. 13 تخي بيان. وشحال لقيتي في سي؟ 11. 11 وشحال لقيتي في دي؟ 8. 8 دونك نقدروا نخذوا هذا النموذج ديال الاستاذه جليله ونفهم لكم ديال لا ليكتور ديال هذا الاورغانيغرام على الاقل باش تفهموا كاينه ولا لا؟ دونك حطوا ورقه وستيلو حداكم ورسموا واحد الدائره. انا نعطيكم تيبان لكم ليكرون ياك، تيبان لكم واحد ليكرون. مزيان هذا هو اللي بغيت انا. شوفي الا كنت تخدمي بالتليفون حس كي تكحزي التليفون اما دغوات اما اكوش، حيت اللي تيخدم بي سي ما عندوش مشكل. فوالا فوالا. دونك دابا باش نتفاهموا، دابا في داك الجراف اللي عندنا 4 سيركل كاينه ولا لا؟ 4 سيركل هو لو سيركل تيبدا من زيرو. هنا تيبان لكم واحد البوانتور، هنا واحد البوانتور بالاحمر باش واحد البوانتور تيبان لكم ياك. وي دونك هاد لو بوانتور لو سونتر هو زيرو، هاد لو سيركل 1 فيه 4 بوان فيه 4 نقاط. دونك انت استاذه جيتي في جوج، دونك هاد لو بروميير سيركل منين فداك على حساب لو تيست منين تجيك واحد البوان باغمي لي بوان تيقول لك سي ميو ايفيتي هاد السيركل، من الاحسن تجنبي هاد الدائره. دونك راه خصك تحسن هنا، وانا دابا نفهمك اش هي ا. منين تنجيو للسيركل الثاني، السيركل الثاني تيبدا من 5 ل 8
دونك السيركل الثاني اشنو هو؟ هو تيقول لك بويسك الا جيتي بار اكزومبل 5 6 7 8 تيقول لك راه فوزيت فليكسيبل راه انت مارين دونك راه تتادابطا مع نيمبورت كو سيتياسيون تتادابطا معها. الا جينا في السيركل الثالث السيركل الثالث تيقول لك تري بيان اللي هنا تتكون 9 10 11 12 لي بوين. ولا جيتي في السيركل 4 تيقول لك راه سي تاندوم عند الله هذيك موهبه من عند الله عطاها لك هذيك تنقولوا حنا كرامه من عند الله شي حاجه تيقول لك سبحان الله داك السيد تيتصرف تلقائيا عندك شي حاجه من عند الله تلقائيا وسبحان الله كل واحد راه عنده شي حاجه تيمتاز بها. دونك احنا شنا هذا ايفيتي هذا ادابتابل لينا فليكسيبل هذا تري بيان هذا تري 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 بيان. دونك دابا الاستاذه جليله جات في ا جوج ا اشنو تنعنيو ب ا نظركم اشنو تنعنيو ب ا هو لا بيرسون تيكون تري اناليتيك تيكون تحليلي اكثر. اشنو هي تحليلي اكثر؟ بانه هذا ما تيعتمدش على العاطفه واللي قلتي لي اي حاجه بتقولها لي خصك تعطيه دليل تعطيه وثائق تعطيه قوائم تعطيه لوائح عاد هو تيتبع معك تيحلل. وهذا في الواقع ديالنا في الواقع ديالنا ديال حياتنا كي تنعيشوا اي حاجه تتقولها تيعلق عليها. دونك كي تيبان لنا بحال داك الشخص اللي تنقولوا تينقر بزاف نقار اي حاجه تتقولها تيعلق عليها ضروري يعلق. هادشي تيوقع لنا في حياتنا ها تفصيلي يعني كيعتمد اي تفصيلي اكثر. دابا انت يا استاذه عندك الدنيا هانيه فهمتي يقدر يعجبوا لك ورقه مثلا في المدرسه وتسينيها ما تقريش حتى ديك الورقه شنو فيها ما عندكش مشكل فهمتي ما تدي. ولكن عندك حاجه اللي عاوتاني طالعه بزاف عندك بي تقريبا كاينه هنا كاينه في هذا السيركل الرابع. اشنو هو بي؟ بي انك تختار من الوقت بزاف تنتزع عاوتاني اي حاجه اي حاجه اي حاجه درتي اي حاجه درتي في راسك تتنفذيها كاينه ولا لا؟ هذا راه الشواف هيرمان تيدوي معك دابا. دونك هي باش تعرفي دونك هذه من ناحيه دابا دابا نشوف حنا في ناحيه الدراسه في ناحيه الدراسه بانه الوليدات خص يكونوا منضبطين الوقت هو الوقت ويلا تاه الا كان داك الدفتر موسخ ولا فيه شي حاجه ولا ما مقادش ولا ما مرتبش مزيان حيت انت تعتمدي على التنظيم الى اقصى درجه مزيان. عندك شي وليدات استاذه جليله؟ لا باقي ياك دونك مزيان دابا نحضروا العرسك ان شاء الله. عندك ما تعرضيش على الجروب اللي معك دابا ان شاء الله. دونك هنا اش بغيت نقول لك دابا انت بحال دابا في الدار عندكم بيتك ولا بلاصتك ولا بلاصه على اي حاجه خصها تكون مرتبه على حقها وطريقها. يقدروا لا عندك خواتك ولا خوتك تلقاو معك مشاكل اللي كاينين اللي ما عنده غلط كاينه ولا لا؟ راه ميم جالسين في البيت مثلا في بيت ولا في صاله هيري نوض واحد وتمشي لبلاصتو وتعاودي تقاديها هو راه مشى غسل انت ويجي ولا مشى يشرب ويجي البلاصه اللي قاد ديجا ما بغاش تخصها. دونك هذا تيقول لك حنا بحال اللي فيه الوسواس تيقول لك عاوتاني انت لامساليه بحال دابا شي وحده صاحبتك تعيط لك تقول لك اختي جليله يلا خرجوا نمشيو للمدينه الى مساليه تقدر خويا مساليه شو عندك برنامج قول لها اختي مساليهش عندي برنامج وتقدر ديك الصديقه ديالك تتقلق ولكن انت عندك برنامج مضبوط برنامج انما عندك روتين في حياتك ما تبغيش تخرجي من واحد الدائره ديال الكونفور تتبغي تخرجي ما تتزعميش انما تتخمي بزاف عاد تخرجي الخطوه الاولى هي راه مزيانه من واحد الناحيه عرفتي علاش مزيانه حيت عندك الدي فيها 8 دونك مزيان عندك دونك تتخمي تديري ها ماشي انت عفويه في القرارات ديالك ولا تنقولوا الدفاعيه دغيا تتغامري لا تتحسبيها تتغامري فهمتي كاين دونك هنا باش نتفاهموا دونك هذا قلنا تحليلي هذا تنظيمي هذا توقيتي هذا ستامبون اورغانيزاتور هذا اناليتيك باش نتفاهموا بين استاذه خديجه هيك تنديري شويه فرنسي شويه عربي باش تفهميها سي بون ميرسي مسيو. دونك تنجيو للسي سي اهم حاجه عند اللي من الضروريات اللي عند اي استاذ اي معلم اي معلمه اي طبيب اي واحد تيخدم مع الناس تيخدم مع البشر خص تكون عنده طالعه. دونك بويسك انت عندك 11 هنيئا لك لانك تخدمي مع الناس كيف يعقل انت تكوني معلمه ولا استاذه وتتعاملي مع اطفال ومع تلاميذ ومع طلبه وانت عندك كل ما هو اجتماعي كل ما هو كومينيكاسيون ضعيف كل ما هو احساس كل ما هو انساني ما عندكش كوني على يقين ما تكونيش معلمه تكوني جزاره بهذا المفهوم صح. هنا في تنقولوا شحال طبيب راه ما طبيبش اي لي كومبيتون عنده المهنه
جراح مزيان ولكن تيشوف شنو في جيبك. من تقول لي طبيب راه باش ندوز دو راديو ولا طرو راديو يلا عندي لي موين باش نقدر ندوز نخلص لك واحد الاخرين ما نقدرش. تيقول لك لا سمحي لي الله يعاون دونك تعرفي هذا ونيفو ديال الانسان اللي ما عندوش. كاين طبيب اخر يقول لك صافي ما كاين حتى اشكال حتى داك الراجل الاول ما تخلصش لا لا صافي ما عندهاش اشكال. دونك تيبان لك كاينه الانسانيه. لاحظنا دابا ميم دابا في هذه المنصات دابا كاينين اساتذه معلمين ما مخلصينش وتيخدموا مع تلامذ في المنصات كاينه ولا لا؟ نعم كاينه. دونك هنا تتبان لك الانسانيه. غتلقى شي معلم استاذ يقول لك لا لا خير انا ما خلصوش انا نوقف انا الدروس ديالي تيخلصوني. دونك هنا تيبان. دونك قلنا اناليتيك تحليلي هذا اورغانيزاتور فهمتي بيزنس بلان تيخدموا هذا كومينيكاتور. تنجيو للدي دي شحال عندك فيها 8 دي كل ما هو ابداعي كل ما هو ابداعي شي حاجه نبدع فيها شي حاجه نخدمها في شكل شي حاجه دونك هذا هو الدي تيعطيك كل ما هو ابداعي باش ما تكون كل ما هو ابداعي تتمشي مزيان. دونك نجيو دابا عندنا هذا النمط التحليلي كنخدموا معاه في القسم شنو هما الادوات اللي خصنا باش نخدموا مع هذا النمط التحليلي في نظركم شنو هما الادوات هذا الماتيريال افيك لوكيل اون فا ترافايي مثلا الماتيريال وي لي زوتي اللي باش معاه لي باش نخدموا عاد نشوفوا لي زاكتيفيتي لينادو هاد عندك او بي تحس بهم راه عندهم ذكاء منطقي عندهم انتيليجونس اللي تيتسمى لوجيك واحد زائد واحد جوج وعندك هاد سي او دي عندهم توسكي ايموسيونيل دونك هذا تيحط في لا بريوريتي في الاولويه كل ما هو عمل ترافاي فلوس هذا تيحط في الاولويه كل ما هو تعامل انسانيه. نعطيك مثلا دابا كاينه معلمه من المعلمات حاضره هنا عيطات لها واحد ليكول قالت لها فوالا لا تعطوك هذوك 3000 ولا 4000 ولا 5000 ولا 7000 درهم داك الثمن نزيدو عليك واحد 500 درهم وتجي عندنا. الا كانت معاد او بي تمشي كانت مسي ودي ادي في الاولويه تشوف الناس بعدا تما اللي كاين دوك ليكول كيدايرين تقول لك لا لا نبقى انا مع الاصدقاء ديالي المعلمات ليكوليك ديالي ولفنا 16 عام وانا خدام معاهم بارك يزيدوني حتى 1000 درهم ما نمشيش. لاحظتوا دابا الفرق دابا تدخلي واحد القرار وحنا ما تنعرفوش علاش خديناه. دونك حنا ملي دابا تنعرفوا لهاد الانماط تنعتذروا. دونك دابا هاد ا كي قلت لكم حنا كي تيبان لينا تيبان من داك الشخص اللي نكار نبيعك اي حاجه تيعلق عليها. هاد بي كي تيبان لينا تيبان من داك الشخص اللي روتيني في حياته وعاوتاني تيخد لا سيكوريتي في حياته. دابا بحال دابا الاباء الا كانوا من هاد النوع الا كانوا هاد النوع كاملهم المراه والراجل وكانوا وليدات من هاد النوع راه مشكله عند الوليدات مساكن خصوصا تيقول لك دخل الدار وعندهم مثلا الاب والام عندهم وليدات باقيين صغار وتجي على غفله وتدخل الدار وتتلقى بانه البيت ديالهم مجموع عرف بانه كاين قمع في الدار كاينه كوميساريه في الدار تنقولوا حنا بهاد الفوم جلس ما ديرش ما توسخش ما تفعلش ما فهمتي. دونك حيت تيقول لك من طبيعه الاطفال هو البيت يكون مرون الا لا كان داك الابن منظم شي شويه عنده هذه من عند الله. وتلاحظوا دابا لاحظوا في الوليدات اللي تيكون عندكم في لاكلاس سبحان الله تلقى واحد بي اورغانيزي واحد اخر ني بالي تيضحك مهور واحد اخر كاع ما بيقرا واحد اخر تخي اناليتيك تقول اه مالو واحد تيكتب بحال دابا هذا في القسم تيكثر عليك الاسئله واخا تيكون صغير لانه اشنو هذا النوع ما تيبغيش شي حاجه تفوتو الا فاتو تيتشوش ليه الدماغ ديالو. وانت تتقول وخصوصا دابا تنكبروا حنا دابا شوفي الناس اللي تيجيو باقي لا فاكولتي ديال الماستر تلقاي واحد عندك تيكثر الاسئله تيوليو الطلبه تيقول لك وا بزاف واش انت كاع بعد الفو ما تتفهمش واش انت عقلك فيه حجره ولا راه تيبي ما تيدوز فكره حتى يفهمها. دونك هنا اش يوقع مع الاستاذ خصوصا تيكونوا كبار في الباك ولا في لافاك تيتصحاب ليه بانه بيخلق ليه مشكل في القسم دونك هو راه ماشي من داك النوع. بي من داك النوع اللي ممكن ينوضوا الاستاذ يعاونوا يقد معاه يحط معاه خطه ينظم الوليدات يدير. سي من داك النوع اللي تيبغي الاستاذ يشوفو تيخدم لغه الجسد يعني البادي لانجويج تيخدم داك الكوربوريل فيربال ونو فيربال مزيان لانه تيكون عنده حيت عنده علاقه مع الانسان بزاف تيلاحظ الاستاذه كي تتصرف. وهذا ملي تكون الاستاذه معاه مزيانه ولا المعلمه راه تدير فيه واحد التاثير كثير ومنين تكون ماشي هي هذيك معاه راه تدير فيه واحد التاثير كثير. وحنا تنقولوا راه باش 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 واحد لونفو يبغي واحد لا ماتير والله الا ما بغى الاستاذه ما يبغيش ديك لا ماتير يكون كاع تيبغيها وما بغاش الاستاذه اش يدير هو تيسد البيبان ديال دماغو. هنا في كنا جينا لا عقلتو كنا دوينا لا شتو هذيك دوينا على الدماغ نقولوا الزواحف لو غيبتيليان والدماغ ديات والدماغ القشره الدماغيه. عرفتوا هذه النظريه ولا ما عرفتوهاش؟
وي مزيان. انا باش نرجع لها باش نشوف الاخوات. فوالا دونك ها حنا نجيو. دونك عندنا هو هذا السي لو ريبتيليان، وهذا هو راه تنقولوا حنا اللامبيك، وهذا هي النيو كورتكس. دونك هذاك هيرمان قبض هاد لابارتي، وهاد لابارتي هما اللي قسموهم. دابا ا او بي تانا ا او دي، ا دي هي اللي دار فيها نيو كورتكس، و سي او بي هي اللي دار فيها هاد اللامبيك اللي ديما ديماغ تا ديت. هنا اش يوقع لك في لاكلاس؟ كنت صيفط لكم واحد جوج فيديوهات صغورين ديال دوك الوليدات اللي يدخلوا لاكلاس، كل استاذه كي تستقبلوا شفتوهم مزيان. دونك هذيك اكوا سا سير هذيك؟ راه هذيك هي هنا فين تخدم. دونك تنهيئ انا واحد لو كور، تنهيئ واحد لو سيرفو، حيت هذا هو تيقبلني، اما يقبلني ما يسد عليه. دونك هذا هو لو غيبتيليا، هو لو غيبتيليا من عندنا هو اللي تيحمينا. بحال دابا سد عليك دارك وجالسه، دونك الا جا شي واحد شي وحدين يهجموا عليك، دونك ما ولاش عندك لو سيكوريتي في لو غيبتيليا، تقدري تتغادري ديك المنطقه. دونك هذا منين هذاك لونفون تيتم داخل تلقى ديك كومونيكاسيون مع ديك المعلمه، تيقول اش تيقول؟ تيقول داك لونفو سبحان الله الكور يكون تري انتريسون، الا عنده او بي تيقول لك الكور يكون تري انتريسون، يكون مفيد. ولا عنده سي او دي يقول لك الكور يكون بخير، فيه نشاط، يكون ممتع. لاحظتي؟ دونك هذا خصو المتعه. دونك هنا الاستاذ خصو يجمع بين المتعه وبين الافاده لي دو فاسون، الا خدم عليهم راه يمشي مزيان. الا كنتي تعطيه الافاده وداك الشيء ناشف عندك مشاعر ما كاينينش، كون على يقين على بليبوغ ديال لي زونفون راه سديتي لهم الباب، راه ما حلولكش هاد لابارتي. علاش؟ لان هاد لابارتي هي اللي فيها الميموار كور تيرم، عنده الذاكره قصيره المدى. واش نقبل هاد الدرس ولا ما نقبلش؟ واش تقبل هاد الاستاذه؟ منين تيقبل داك لونفون تيحل هنا واحد البيب، هذا هو اللي فيه اللامبيك، اللي فيه العاطفه، اللي فيه الذاكره طويله المدى. تيقول الاستاذ هل من مزيد؟ يعطيني يعطيني استاذ يعطيني، موجود الخير يزيد، عجبني الكور. وهذا نيو كورتكس هو اللي تيدير توسكي اناليز، تيحلل تيحلل تيرتب تيقاد، تيحلل تيرتب تيقاد. دونك لا بارتي اللي مهمه راه هي هذه. ملي تيتقبلك راه كيما يكون الواحد الا قبلك وبغى يجلس عندك ويسمع لك، كون على يقين يتعلم منك. لاحظنا هذه القضيه، ولكن لا سدينا الباب هنا، كون على يقين صافي. اش يبان لك؟ دونك هنا بويسك انا تن اكسيتي هاد لا بارتي، دونك هاد لا بارتي تتولي تري اكتيف. دونك هنا تيولي لاناليز اونتر ا او بي، تيحل كيف ما بغات يخرج الولد، عارف الكور وعارف المعلم شنو عطاتو. الى كان ان دونجي زعما الاستاذه ما قبلهاش، تنقولوا هذاك ديما غزاوحف تيبغي يهرب، هو ما يهربش من المدرسه. دونك باش يهرب تيهرب لو سيرفو ديالو، تيعيش في ليماجيناسيون، تيبان لك راه ساهي. شحال من تلميذ تيكون عندك في القسم استاذه خارجه ساهي، ياك بعد تقول ما عرفت مالها هذا ساهي. دونك هذاك هو ما تكون تيكون 100% الي فيرمي هاد لابارتي، سواء عندك سواء عند الاخر. يقدر ضربوها بابا، يقدر نزلوها من الطوموبيل ولا غوت عليه، يقدر نزلو الترونسبور وغوت عليه، صافي بقى ليه داكشي مكسيتي، سد البيبان، دخل القسم مقلق. داكشي علاش الاستاذه ملي تيدخل تيدخلوا دوك لي زونفون تتحط لا ليست ديال لي نون ديالهم، وتتحط واحد الوجيه ضحك، واحد الوجيه بينه وبين ما ضحك ما تيبكي، واحد الوجيه حزين. دونك هاد الحاله تيوقع. دونك هو تتقول شاك اونفو يمشي يحط لوجيه فين سميتو حدا لوجيه ولا تصويرتو، تيحطها الاستاذ حتى متى تكون تدير الكور تتنوض الناش دوك الوليدات اللي عندهم دايرين تصاورهم في لوجيه اللي ضحك، تتنوض الاول ضحك شي شويه، تقلب على واحد لامي ديالو اللي شي شويه مغوبش تحطو، وشي شويه كاع داك اللي مغوبش تحطو حداه تيتولي تطلع عليه التومبيرامون ديالو المزاج ديالو تيطلع. دونك هنا مالينسي تيأثر فيهم، هاد الاستاذ تيأثر فيهم اكثر مالينسي تأثر فيهم. دونك نجيو لهنا، نجيو دابا للسي. السي قلت لكم داك لا بيرسون اللي تيبغيك لغه الجسد، هو تيتبع الاشارات ديالك، كي تتهضر كي تتكلم كي تنزل كي تشرح كي تديبلاصا في القسم تينتبه ليها كامله، تتقول او هذا هي حاضيني. دونك تنجيو لا بارتي دي، لا بارتي دي هو اللي خصك، هذا هو اللي تيعذبك بزاف. ما تجي مدرسه قديمه خصوصا تخدم المعلمه بشي طريقه تقليديه تيجي داك الشيء قديم، اما لا تتبدع تيمشي مزيان، الا تتبدع تيمشي مزيان. اشنو تنعني بالابداع؟ بحال دابا واحد الاستاذه قالت لي البارح، قالت لك والله واحد المره بين نوضوا الوليدات بين تيكون لابسين بيجامتهم ورا البيجامه، ملي تيكون لابس بيجامته تيفيق اشنو خصو يدير؟ قال لك والله الا قلنا لهم يجيبوا بيجامات لابسينهم
ولا دوك بيجامات اللي خفاف تيكونوا يلبسناهم في القسم. قال لكم درنا السيونس منين الصباح خصو يقول بونجور بونجور وخصو يمشي ويغسل ويدير. قال لك لا ولات هذيك القضيه كانوا شي وليدات الاباء ديالهم تيتشكاو من هذه القضيه. قال لك منين داروا داك الكور ديك السويعه ولا كلشي بالضبط. دونك دابا حيت الحاجه باش ما تكون ممتعه تيعقل عليها واحد اكثر. نجيو دابا عندك شي تلمذات تيكونوا مجتهدين تيجلسوا اللور. كاين عندكم هذه الحاله ما كايناش ولا كاع حنا ماشي عندنا تلمذات حنا كيدوزنا في القسم المراحل دوزنا في قسمنا. شكون يجاوبنا؟ وي استاذ كاينين تلامذ اللي واخا مجتهدين كيبركوا اللور. عرفتي علاش؟ لانه داك اللي تيبرك اللور عرفي بانه لا بارتي بي اللي هي هذه لا بارتي بي و سي هو من داك النوع تيبرجع اللور. وداك اللي تيجلس قدام هو اللي تيكون فرونتال لا بارتي ا و دي. وهذا او دي ما حد كي مثلا نقولوا عندك وليدات كبار وتتقول لي شي وليد تتقول لي اما تسكت وما تنوض ليش تشويش في القسم ولا نخرجك. الا كان من او دي وخصوصا من دي تيبقى مع نفسه تيقول لك يا ربي تخرجني يا ربي تخرجني يا ربي خصو يمتى تخرجي حيت تيحسب القسم بحال عنده بحال 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 واحد البريزون بحال واحد السجن. اي تخرجي تيقول الحمد لله الحريه. وحنا تنلاحظوا هذا الشيء حتى ملي تنكبروا تنلاحظوا. دونك كاين ناس اللي تلاميذ ناش اسخاش اللي ما عزيزش عليه الحيوطه يجلس فيهم بزاف هادو ما عندهمش مشكل يجلس في الحيوطه ما عزيزش عليه يخرج بزاف. عندك سي ودي بي وسي ولكن هادو تيبغيو يخرجوا. دونك هذا هو هيرمان. دونك هيرمان دابا انا منين عرفت ا كيخصني نحط لوكور ديالي ب ا اش نقولوا حنا؟ دونك حنا باش نحط ان كور هو خصني نجاوب على 4 كيستيون. بوركوا علاش اصلا ندير انقرا الوليدات علاش اصلا نديروا ما الدرس؟ دونك حتى هو راه عند راسو تيقول علاش انا غنسمع لهاد السيده. لاحظنا؟ دونك خص الاستاذ ولا المعلمه تجاوب على هاد لا كيستيون. نجيو الثانيين عندنا واحد النوع اللي تيقول كوا اشنو غادي نستافد عند هاد المعلمه. دونك هنا فين تندوي على المعلمه خصها تكون خبيره في المجال ديالها. هنا تخص توسكي اناليتيك تحطو شي حاجه مفيده شي حاجه هاكا شي حاجه تبين ليه هذا تيبغي يعرف داك الشيء منطقي ايطاب بار ايطاب. تنجيو للسي ها هو تيقول مزيان استاذه راه حنا عرفنا علاش بغينا نتصنتو ليك عرفنا هاد الدراسه اللي تحطي او خاص غير دابا داكشي اللي تيدور في الدين ديالو ولكن استاذ هادشي بغينا نعرفو كي نطبقوه. دونك تيخصو دي زيكزيرسيس. هنا فين خص الاستاذ ولا الاستاذه حتى لما تحط لي زيكزيرسيس خصها تخوض اون كونسيديراسيون كاين لي بيرسون اللي تيبغي ما تيبغيش الجماعه لو جروب تيبغي يخدم سول وكاين اللي تيبغي الجماعه. دونك هنا باش تديري الخيارات حيت هنا تقدري تتفرضي على شي ابن يجلس مع الجروب ما يجلسش معاهم حيت ما داخلينش في الطومبيرامو ديالو. شكون يقدر الجروب يجلس؟ نقدروا واحد الجروب هو من سي ودي وحطيته مع الجروب ا او بي هو راه خصهم يتفاهموا شي يكمل شي. ولكن الا كان كل واحد نقولوا الا كانت باغ اكزومبل نشوفوا حنا جليله كان عندها كل شيء عندها مثلا 13 في بي وعندها 13 في سي ونقولوا عندها في دي عندها في دي وسي عندها جوج جوج. دونك هذه راه ما تبغيش هاد الناس مولي نسي ودي تدخل معاهم ما عدا كانت داخله في لا زون الثانيه داخله في المرونه ولا تقبل الاخر. الا ما داخلاش تلقاي مشاكل هنا فين تلقاي شي وليدات تيبغيو ينوضوا واحد الشجر بيناتهم كاينه ولا لا؟ وتتقول هاد الوليدات ما عرفت علاش داب جوليا هو راه حنا ما كنعرفوش. دونك احنا شنا لماذا شنا ماذا شنا كيف. دونك الصعيبه علينا هو منين يخرج كيتبقى في حياته كيتبقى في الدار هي ديكسي لا كونديسيون ماذا لو حنا تنقولوا بالانجلي اف دان. دونك لاحظتوا كاين شي سؤال؟ هو راه الفيديو اللي صيفط لكم انا حاولت سجلت هذوك حيت كنا سجلتو لقينا مشاكل مع وحده في قنيطره الكونيكسيون ضعيفه حاولنا نسجلو ودابا ابارتيغ دابا ان شاء الله في هاد لي سومي نبداو نسجلو اي حاجه خاصنا نبداو نسجلوها. وحنا هنا تنديرو بحال كيسيون ريبونس تنديرو مناقشه تنديرو دائره مستديره تنتكلموا. شكون يعطيني اكسبيريونس عنده ولا هنا باش نعطيكم تتبان لكم واحد ليماج هنا ادغوات واغوش. شكون يفضل هاد ليماج اللي تتبان لك ادغوات اللي ديال ناتالي وشكون يفضل هاد ليماج اللي ديال فيليب؟ هذه واحد لاجوندا بور شاك بيرسون تحت فيها البلانين ديالو. شكون يفضل ادغوات ديال ناتالي؟ جاوبونا اساتذه باش نخليكم تمشيو. هو دابا نحاولوا نتفقوا على شي وقت باش نحاولوا اما نديروه بكري اما نديروه في لابخي ميدي حيت لا بليبار تيكون عنده لا كويزين تيكون عنده تليمدات تيكون عنده. جاوبونا استاذه حنان.
كنفضل الضغوه احسن. الضغوه سيري منظمه. دونك الضغوه تتبان لك ضغوه منظمه بانت لك ديال فيليب. دونك واش كنتي تفضل ديال ناتالي؟ يلا سديده هذا اللقاء تنسجلوه ينسالي ولا نسجلوه ونصيفطوا لكم حتى حاجه ما تفلت لكم. شكون تفضل ديال ناتالي؟ اش تكون ساكتين؟ دونك كي جاتكم هذه ديال ناتالي؟ ناتالي أستاذ كتعتمد بزاف على توسكي كومونيكاتيف توسكي. هي فعلا هاي تخي بيها هي قريتي لنا دابا قريتي لنا الجراف ديالها فعلا تهتم توسكي كومونيكاتيف توسكي إبداع. دونك هذا تهتم توسكي أورغانيزاسيون. دونك حنا هنا فين تنقول لا راه هذه خصها تكون دونك لاحظنا ولكن هي كاينه في هاد لابارتي الثانيه كاينه في المرونه ولكن هذا خصها تبدا تطلع هنا هاد لي بوغر باش توصلها باش تولي شويه النظام باش يمشي مزيان. دونك هذا عنده كل شيء ستركتيري ولكن خص يكون عنده شويه الابداع. دونك هنا فين تنقولوا ملي تيكون عندك واحد المعلم ولا واحد الاستاذ تيكون عندك من داك النوع اللي موديل فور اكزومبل تري اورغانيزي تري اناليتيك تعطيه ورقه باش يسيليها خص يقراها كامله ولا لقى فيها شي حاجه يقول لك بدلي هذه لانه راه ماشي في صالحنا نكتبوا هذه الكلمه ولا هذه الجمله. بخلاف الا كان عنده هذا الشيء تيدير الثقه في لا بيرسون في السكرتاريه ما مشكل تيقول لك ها سيني في بلاصتي تيعطيك حتى الطومبو ما عندناش اشكال. دونك هنا باش تعرفي غير الفرق في الكومبورتمون ديال شاك بيرسون كي تيتصرف. يا كوتش ولكن كاين اللي يقدر يجمع ما بين هاد الاربعه كاملهم عندك إيه هما متفاوتين واش فهمتي استاذه؟ دابا شنو هو دابا هاد 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 لو تيست دوز واحد دو موا ولكن اشتغلي على نفسك غتلقاي بان هذاك الراسب تبدل لاحظتي؟ دونك ما حدو تيولي كاري عرفي راسك راه كاين اون ديفلوبمون ما حدو باقي هو ولا تيرجع للور عرفي راسك راه ما كايناش راه كاين سو ديفلوبمون. دونك هاد علاش حنا قلنا لكم اودي هاد لو ستيبيان حاول تجاوب انكونسيامون ما تفكرش في السؤال تقول واش فيا ولا ما فياش ما تفكرش في الحالات اللي تيوقعوا لك مع لي زوطر هي إيه هذه فيا هذه ما فياش هذه فيا هذه ما فياش. دونك هذه هي الحاله. كاين شي سؤال استاذ نخرج شويه على الاطار ديال هاد الموضوع. مرحبا بالنسبه لهذوك دوك الفيديو اللي صيفطينا ديال لي شابو ديال القبعات وي ان بو بري عاودت لي فيديو بليزيور فوا وباش نفهم جيتي دو ترادوير اون فرونسي باش نقدر نفهم مي كاينين دي تروك لا ان شاء الله عندي انا صيفط لكم هكاك هي باش ندير لكم بحال ديك لا كلاس انفيرسي تنعطيكم تقراو وتنجي وتنشرح انا الكور تجيني فاسيل مود غير تفهموا وتيجيكم نتوما حتى لي كيسيون تيكونوا عندكم على الجد. تنعطي بحال تنعطي دابا داك مثلا داك التلميذ هو اللي تيبريباري الكور وانا تنجي بحال الاستاذ تنشوف فين كاين لي فاي هما فين تنخدم عليهم كاينه ولا لا هادوك غنوصلوا مو استاذ لا سومين بروشان نخدموهم. حنا دابا راه عندكم الفيديو عاود حنا هادوك غنقدروا نديروا غير ثلاثة ان شاء الله نقدروا نديروا انكور ديال هادوك لي 6 هات لي 6 شابو غنديروهم وغنديروا حتى لي ملتيبل انتيليجونس مزيان حيت مهمين غنناقشوهم. دونك دابا الفيديو ديال هيرمان راه عندكم تيبان لها توضحت الامور شي شويه. نعم توضحت الامور خصوصا في كل النظريات وفي اكتشاف الانماط التعلم وي شويه. دابا اللي بغيت نطلب منكم خصنا تصيفطوا في الواتساب شنو هو الوقت اللي مناسب. انا ما عنديش مشكل خصوصا النساء باش نكونوا حيت اللي عندهم وليدات واللي عندهم تيديروا ديكور في لا كلاس. وي بيرسونيلمون كوتش انا حيت حنا ليكول ديالنا دايرين لينا التوقيت ديال ليكول يعني اون كومونس دو 10 ا 1:30 وي اون كومونس دو 15 ا 18:30. دونك نتوما شوفوا راه ما عنديش حتى مشكل نديرو بالليل ما عنديش اشكال فهمتي. دابا شوفوا دابا الاساتذه تما نطرحوا بينا شنو هو الوقت المناسب ونتفقوا عليه حيت انا الوقت يجيني غير مناسب للمعلمات مع 11 نهار حيت كي تكون عندها ديكور تنشوف انا وليداتي فهمة. حيت كنا دخلنا واحد الدوره تدريبيه كانوا كيبداو من 9 الليل حتى ل 11 ما عندناش اشكال بغيتي نديرو نقدروا نديرو نهار لا نهارين 9 الليل 11 ما عندناش اشكال. المهم انا اللي المهم غير من 6 ونص الفوق وي. ها انت استاذه دابا استاذه خديجه لونسي لو ميساج تما في الجروب
ونتفقوا وانا غادي نصيفط لكم راه تلقى كاع لو لاندي ولا لو ماردي غادي نديروا الكور الاول نديروا ديال ميتيوب الانتيليجونس ونديروا فيه واحد ساعتين ما عندناش اشكال حنا تنديروا واحد 40 45 دقيقه ديال الكور و 45 دقيقه ديال المناقشه باش نفهموا اكثر داكو واخا وي استاذه مرحبا استاذ يعني بالنسبه للذكاءات المتعدده باقي ما شفناش الفيديو ولا حتى الله صلصتي لنا الفيديو باقي ما شفناش هذوك صيفط لكم هي الكور صيفط لكم واحد التسجيل ولكن انا نشرح لكم شي حوايج حيت كاينه شي حاجه انا بصراحه الذكاءات تبع على واحد السلسله ديال الفيديوهات كيفاش تنمي الذكاء ديال الاطفال ديالك سواء في الدار سواء في المدرسه سلسله خدام فيها وطويله شي شويه منين ان شاء الله نسالا نتقاسمها معكم ما عنديش اشكال شي حاجه زوينه خاصه المعلمات وخاصه الاباء هي اللي خدام فيها كنسجلها فيديو وقابله ديال الوقت شي شويه اللي تنحط فيها شنو هو الذكاء وشنو هما لي زوتي اللي خصك تخدم بهم وشنو هو كيتعامل معاه في القسم وشنو تيبغي وشنو هما لي زيكزيرسيس اللي تقدر تحط ليه في القسم ولا في الدار باش ينميه دونك نكتفيو بهذا القدر دابا دوك لي غري استاذ نعم استاذ هادو لي غري كاين استاذ نعمرو ايه عمرو هادوك لي غري وحسبوا الحساب ماشي تحسبوا لي حساب هادوك لي غري ارقام اه لي غري لا عندك كوشيها مي تتسالي راه كاين لي ريبونس في التحت تيعطيك واش هذا رقم كوشي واش 7 كوشيا واش 25 كوشيا اللي مكوشيا تتحسبها 1 2 3 تتقول حيت ما تفوتش 8 النقاط وحنا باش تنكلاسيو لي 3 بروميير اللي عندك حيت اقل حاجه خص يكون عندك 3 اللي كاين وتقدر تلقى واحدين عندك بحال 6 6 6 تكتبوا تقول عندي الذكاء الاجتماعي عندي الذكاء البيئي عندي الذكاء الرياضي اجاوب بحال حيت هو راه كيتبارك الله اللي عنده كاملو كاين شي سؤال استاذيده هنا هاد اللقاء اللي شفنا نصيفطوا لكم اللي تسجل وكي قلنا حول الاستاذه خديجه ديري لنا اتفقوا على وقت وراه نشوفوا انا في الانترنت ونصوب لكم لي ليون نصيفطهم لكم ونخدموا ان شاء الله ميتي بلانتيليجونس واللي عنده شي سؤال راه ما كاينش اشكال يكتبوه في الجروب نجاوب عليه راه تليفوني كاع في الخاص يكتبوا كي تنتعامل مع الاستاذه خديجه اي حاجه خصك يقولها لي نجاوب ميرسي بوكو كوتش ايوا لا نخليكم ترتاحوا حيت انا عندي كور مع 12 انا قلت بعدين نفتح معكم نشوف انا تندير هذا بحال التيست ديال البث التجريبي في القناه الحمد لله لقيت هنا الاساتذه تبارك الله عليهم ما عندناش مشكل اللي دخلوا معنا ما عندهمش مشكل ما لا بليبار تلقى عندهم مشكل صراحه ما حسبليش انا واش غيكون سطخه كور انت انا جي ديجا بريباري